رمضان شهر مشهد بالملايين. تعالوا نشوف تقرير لإحدى الشابات اللي تزوجت زواج عرفي ونتج عنه مشكلة كبيرة لها حتى الآن. اتجوزت وانا عندي 16 سنة، حد يعني المفروض ان هو كان راجل عارف ربنا، واتجوزت عشان التزام، يعني اتجوزت عرفي. يعني دخل لي بقى في قصة الدين اللي هو جوزتوكي نفسي فكده حليل، فطلع غير كده خالص. وبعد ما خلفت منه كده ابتدى يتغير معايا، هو كان بقى متجوز بدل الواحدة التانية، ما كنتش اعرف يعني. عارفة حتى لو هو كذاب مضطرة ان انت تصدقيه، لان انت انا واحدة ست. لما جيت ولدته بقى وجي اليوم دوت انا كنت بموت، يعني كانت روح ربنا بيخلص روح عن روح، فعرفت ان الله حق في اليوم دوت. فطبعا انا كنت قلت عادي عيل زيه زي العروسة زي الدبدوب الصغنطوط، مش هامة، مش عارفة يعني ايه رضاعة. كمان انا تعرضت لناس خدي فلوس وسيبنا اولادك، خدي مش عارف ايه، وواحده ما بتخلفش، وسمعت قصص كتير. رحت قدام القس بتاع حلوان، مش ضيعه والده وطالعه من الولاده، قعدت 3 ايام في المستشفى وطلعت، وكان عليا نزيف، طلعت بابني عشان اروح للقسم اقول له سلمه الدار، مش عارفه اعمل ايه، انا مش عارفه. فما الضابط قال لي انت مجنونه، فقعدت على الرصيف عشان اعمل زي ما بقيت الستات اللي كانوا بيرموا عيالهم. عارفه حطيته جنبي كده على اساس ان هسيبه على الرصيف وهمشي، ما عرفتش اعمل ده والله العظيم ما عرفت. وربيتهم والله، بس هم يعني شربوا المر كتير قوي معايا في بيت اهلي، سواء كده يعني مدارس اتحرموا، حضانات اتحرموا، كانوا بيصعبوا عليا جدا. مشكلتي ما كانش في القعد، مشكلتي ان العيال معايا وما معهمش شهادات ميلاد، مشكلتي ان انا كنت امشي في اي مكان بطاقتي مكتوب فيها انسه وفي نفس الوقت معايا ولدين، وفي نفس الوقت فين ولاد، فين اللي يثبت لي ان دول ولادك؟ وفعلا ما كانش معايا اي اثبات يثبت ان دول ولادي. ولو حد شايف ان انا مشيت في المأساة دي بسهوله، والله ما بسهوله، انا واحده ست وبايد واحده وشقيت وتعبت جدا جدا جدا، وحافظت على عيالي وحافظت على نفسي. انا المفروض ان الدوله او مركز الشباب او اي حد يشوفني المفروض ان هو بجد يساعد، مش هيساعدني انا مش عايز اي، انا كحبيبه كده مش عايز اي حاجه، انا عايزه الولدين دول زي ما سعاده الرئيس قال. انا مش عايز الاقي ولا مجرمين ولا ارهاب ولا الكلام ده كله، انا عايزه اطلع ولادي احلى ناس في الدنيا ويطلعوا يخشوا الجيش.